لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد ذكرنا في المرة الماضية حال الدولة الإسلامية بعد وفاة أبي بكر الصديق. قلنا أن أبا بكر الصديق قد توفي في ظروف بسيطة، توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما بين المغرب والعشاء تقريبا 22 أو 23 من جمادى الأولى من السنة 13، يعني سنتين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكم سنتين وثلاثة أشهر. وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد نادى الناس، لأن كما تكلمنا في البداية أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حكم الحكم أو بويع كخليفة إنما نصحه عمر أو عرض عليه عمر أن يتخذ قسما من المال ليكفيه هو أهله، لأن باش نشوفوا يعني هاد الحكام الحقيقيين كيفاش ربي ينصرهم ومكن لهم، وكانوا خيرة الناس، لأن أبا بكر الصديق هو أعلم الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد الخدري كان يقول وكان أعلمنا أبو بكر الصديق، يعني قال وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، وأعلم واحد بعد أن أبو بكر بعد أبي بكر الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن إحنا الآن راح نتكلموا على أبو بكر الصديق، يعني خلى الخلافة في ظروف، ويقول العلماء الخلافة أنت أبي بكر الصديق كانت أشبه ما تكون بخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر هذا إنما يعطينا يعني تلك المكانة العالية لأبي بكر الصديق. وقد توفي أبو بكر الصديق يعني بعدما أخذ من المال يعني بما يكفيه، وأشار عليه الناس لأنه هو كان تاجر، كان تاجرا وكان يعطي المال لجيش المسلمين، وكان من أصحاب المال يعني من أصحاب التجارات، وهو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الناس كانوا يعيشون لله، ولذلك أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ لما طولوا الحكم وبايعوه وجد نفسه في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة تاع أول خلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فيها ناس راح يرتدوا، فيها ناس راح يبدلوا الدين تاعهم، فيها ناس راح يتركوا الزكاة، فيها فتن راح توقع، يجب على أبي بكر الصديق أن يتفرغ لها. فلما أراد أن يتفرغ لها ترك التجارة وأراد أن يعمل عمل عادي يكسب منه في قوت يومه حتى يستطيع أن يدير الخلافة، ولكن عمر بن الخطاب وغيره من الناس أشاروا عليه بأن يترك العمل وأن يتفرغ للمسلمين وأن يأخذ قسطا من المال ما يكفيه لبيته. قيل أخذ دينارين، وقيل أخذ درهمين، وقيل أخذ أكثر من ذلك. المهم الشيء الذي أخذه أبو بكر الصديق لا يكفي حتى يسد رمقه، ولكن خدا وأشار عليه الصحابة ومنهم عمر على أن يزيد بقدر ما يكفيه، يعني دار الروح شهرية من بيت المال المسلمين وأخذ يأخذ منها حتى يتفرغ مقابل التفرغ للحكم، وكان يقاتل أهل الردة ويقوم بأفعال جبارة حتى يسد الثغرة التي كادت أن تكون في دولة الإسلام. لما أراد أن يموت أبو بكر الصديق في الفراش نادى الناس وقال لهم عدوا لي كم أخذت من بيت مال المسلمين، شهرية هو يديها شهريته كيفاش نحسبوها لك، قال لهم احسبوا لي شحال ديت الشهريات نتاعي. ولما عدت رواتب أبي بكر الصديق قال اقتطعوا لها أرضا في كذا وكذا وبيعوها وردوا المال إلى بيت المسلمين. يعني هادو ناس بزاف حياتهم مع الله عايشين، يعني هذا حكمهم وهذه طريقتهم في تسييس أو في
في أن كيف كانوا يسوسون الناس وفي تسيير الأمة. هذه طريقتهم، الطريقة راهي منطلقها عظيم وهو متين، وهو العلاقة مع الله والورع والزهد والدين والإيمان. هذا هو الأصل في نجاح الدولة، تبدأ من هذه الأمور. وهذه تبدأ وين؟ تبدأ في الحاكم والمحكوم، فينا كامل، يعني كامل أننا نتقي الله عز وجل. لو أنت حكمت ولا أنا حكمت نكون على تقوى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف الآن أبو بكر الصديق لما توفي ما بين المغرب والعشاء، قبل ما يتوفى قال لهم، كانت عنده ثياب، قال لهم هذه الثياب كفنوني فيها، الثياب القديمة. وقالوا له نكفنك في الجديدة، نعطوك كفن جديد. قال الحي أولى بالجديد، قال لهم هذك الثياب الجديدة مدوها الواحد حي يستحقها، وأنا ميت كفنوني في الإيجاد، حاجة بسيطة. فكانت جنازة أبي بكر الصديق بسيطة جدا، بسيطة جدا، يعني بساطة عظيمة. توفي ما بين المغرب والعشاء ودفن بالليل، عجل به فدفن في الليل. ومن أقبره؟ أقبره ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسعيد بن وسعد سعد بن يزيد، وكذلك عثمان بن عفان، أو عمر وعلي وعثمان وابنه عبد الرحمن. هذو هم الأربعة اللي حطوه في القبر. ودفن أبو بكر الصديق وانتقلت الخلافة إلى عمر. كيف انتقلت الخلافة؟ ذكرنا المرة الماضية أنه قد رشح ستة من الناس، ستة من الناس رشحوا للخلافة، إلا أن الناس وقع كلامهم وبيعتهم على عمر، لأن أبا بكر الصديق قد أوصى الناس، أوصى بأن يحكم الحكم وأن يستخلفه عمر بن الخطاب. ولكن العلماء يقولون أن أبا بكر الصديق، لأن الخليفة ما عندوش الحق يخلف واحد، الخليفة ماذا يفعل؟ الخليفة يوصي، يقول له أنا ورائي فلان أحسن، يكون أفضل. هذو ناس مدينين، ناس عقلاء، ناس يتكلمون بنصيحة وبإيمان، ناس يفكرون في الأمة، ما عندهمش مصالح بيناتهم تاع الدنيا، ما عندهمش، يعني الناس نضاف. ولذلك قال أبو بكر الصديق، قال أنصحكم بعمر. ولما كانت وفاة أبي بكر الصديق كان الوقع على عمر، الناس كلها اختارت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب تكلمنا على بعض فضائله في المرة الماضية، وتكلمنا قلنا أن عمر كما في الحديث قال إن يكن في أمتي نبي بعدي، ولن يكون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، فهو عمر. لأن عمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام رآه، قال فرأى الناس، ومنهم من ثيابه إلى ثدييه، ومنهم دون ذلك، يعني كاين ناس. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الناس يسيرون في يوم القيامة عند الله عز وجل، يسيرون والإيمان تاعهم مختلف، وهو اللباس، اللباس هو الإيمان. قال فمنهم من قميصه، قال وعلى الناس قمصان، يعني كما الجلابية، ومنهم من قميصه الإيمان تاعه ضعيف يلحق إلى ثدييه، هنا صدره يحبس. ومنهم دون ذلك، وكان الإيمان تاعه هنا يعني مغطاهش مليح، إيمانه ضعيف. وعمر قال ورأيت عمر يجر ثوبه، الدين تاعه كبير عليه عمر، سمع عنده الدين كبير، عمر بن الخطاب يجر ثوبه. هذه رؤى رآها النبي عليه الصلاة والسلام في عمر بن الخطاب. ورؤيا الأخرى التي ذكرناها، قال فرفعت بصري فإذا هو قصر، قصر وأمام جارية، فقيل لمن هذا يا رسول؟ قالهم لمن هذا؟ قيل هذا لعمر بن الخطاب، فغض طرفه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها لمن؟ عمر. وزيد على ذلك عمر بن الخطاب أولى بماذا؟ أولى بهذه الخلافة لما عنده من الذكاء والعلم النافع والإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فج غيره. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيتني. شوف عمر بن الخطاب مشي إنسان صالح جاء شافه في المنام وقال له أنت شفتك وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما شافوش في رؤيا، ولا اثنين ولا ثلاثة، رؤى تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني رؤيا من رؤيا في حق عمر بن الخطاب. ومن أعظم الرؤى التي تزكي عمر بن الخطاب في علمه وفطنته وذكائه، قال النبي عليه الصلاة والسلام
أوتيت قدحا من لبن، طاس تاع البن، عليه الصلاة والسلام قال فشربت منه، هذا في المنام، قال فشربت منه حتى رأيت ذلك في أظافري، يعني بمعنى امتلأ ريا وشرب مليح حتى شاف اللبن في ظفارته، يعني العلامة تاع الأكل ظهرت على أظافره عليه الصلاة والسلام. قال ثم يعني كشبع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم ناولت فضلته عمر بن الخطاب، وأولت ذلك بماذا؟ العلم، علم كبير عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب أعطاه ربي وقال إن يكن في أمتي محدثون، يعني وكان كاين الناس محدثين ربي يحدثهم ويعطيهم ويلهمهم يعني ملهمين فهو عمر. قال إذا كاين في الأمة، إذا كان ربي جعل في أمتي محدث هو عمر بن الخطاب، وافق القرآن وافق الوحي بلفظه في مواطن عدة كما حدثه عن نفسه، وذكرنا هذه الأمور وبعضها في المرة الماضية، وقلنا أن عمر بن الخطاب كي توفي، هذه حاجة لازم نفهموها، أنا ما ذكرتهاش مليح المرة الماضية حبيت نوضحها، لما توفي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب استلم، ما هي حالة استلام الدولة الإسلامية؟ مهم هذا، يا حنا نسموها باساسيون دو كونسين، يعني شو الواحد راه يسلم حاجة لواحد، راه يسلم للمدير يسلم حاجة للمدير، كيفاش خليت لي الإدارة أني حستلم عليك وزارة، احنا لي أنا وزير جديد وانت وزير قديم، الوزارة اللي عطيتها لي كيفاش كانت؟ هذه مهمة هذه. الآن أبو بكر الصديق لما توفاه الله بعد سنتين وثلاثة أشهر من الخلافة، كيف ترك دولة الإسلام لعمر بن الخطاب؟ تركها في تقدم، أما الفتن التي كانت قد وقعت سدها أبو بكر الصديق، لأنه هذا ناس كبار، ولهذا شوف هو يموت ويفكر في ماذا؟ يفكر في الشهرية اللي كان يديها وحلال عليها، كان يفكر فيها باش يرجعها، قالوا بيعوا الأرض ورجعوها لبيت المال المسلمين، هكذا نخرج لا لي ولا عليا، ما عندي حتى حاجة، من ديوانه معايا، ما نسحق حتى حاجة من بيت المال المسلمين. ثم واش قال له عمر بن الخطاب؟ ليه هو حاجة كبيرة عمر بن الخطاب، قال له لقد أعييت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، قالوا تعبتني أنا بهذه الأمور اللي كدير فيها، نتعب أنا باش نلحقك ما نقدرش. ومعروف السباق في الخيرات الذي كان بين الصحابة وخاصة بين أبي بكر وعمر، سباق كبير كان موجود، وهذا السباق هذا ما فيه حسد ولا فيه شيء، وإنما هو تسابق نحو الخير، وكل واحد يحب الخير لأخيه، ولكن كان أبو بكر الصديق سباقا، وهذه مكانته التي نحن ندين الله بها، أن أبا بكر الصديق هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. وبعد لما عمر جاء وش لقى الدولة؟ لقاها بلي هذه الخلافة للدولة كان رح يصرى فيها مشكل كبير، وهو كاين الناس ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الدين، هذو ما قاتلهم، علاش قاتلهم أبو بكر الصديق؟ ليردع غيرهم حتى ما يوليش ناس أخرين يديروها سنة، أو مات النبي عليه الصلاة والسلام نولوا كاع مرتدين، فقاتلهم وقتل من؟ المتنبين اللي ادعوا النبوة كمسيلمة وغيرهم، هذو قاتلهم كامل الأثر تاعهم، وقاتل أهل الفتن الذين التحقوا بهم، وقاتل كذلك مانعي الزكاة، الناس اللي منعت الزكاة ما حبش تمد الزكاة، قالوا كنا نمدوها للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مات، إذن ما نزيدوش نمدوها، فقاتلهم قالهم حتى تعودوا تحطوا حتى تمدوا الزكاة وتحطوها ببيت مال المسلمين باش نترككم، وهكذا سد علينا فتنة عظيمة. وفي حين كان خالد بن الوليد وغيره في معارك التي ذكرناها من جهة اليمامة ومن جهة الشام، الآن أبو بكر الصديق بدأ بالفتوحات، بدأ الفتح من جهة المشرق ومن جهة الشمال. أنا الآن نحب نصور لك حاجة، أنا دائما نتكلم عليها بصح، كان أحيانا أنا نستفاد من نفسي، أنا كي كنت نطلب العلم ولا نجلس عند المشايخ ولا، أحيانا المشايخ يتكلموا بأسلوب يمدوا معطيات، هذيك المعطيات يظنوا أن الناس كامل يفهمتها فيسردوها سردا احيانا، وانا تصورت تصور تاع القصه ما قدرتش نتصوره مليح لانه المعطيات ماشي عندي موجوده مليحه، وهذه ان شاء الله اذا كان يسرنا ربي باك نديروا خريطه ولا نعود نتكلموا بها احسن، احنا رانا يعني نديروا مرات ومرات ان شاء الله. اذا احنا لازم نفهموا مليح بان الان المدينه اللي راهي فيها الخلافه، الان مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام فيها خلافه،
من جهة المشرق وش فيها؟ فيها العراق وإيران، يعني فيها إيران والعراق اللي هي نسموها احنا دولة فارس، دولة فارس الفرس، حيث كان كسرى هناك، هذيك فيها أهل فارس الفرس اللي هي من أعظم الدول قوة في ذلك الوقت. وكاين من جهة الشمال اللي احنا رانا نتكلموا من جهة فلسطين الشام، يعني من جهة فلسطين وسوريا والأردن وغير ذلك، يعني احنا جهة الأردن تحت شوية كان عندنا، كانت عندنا غسان، مملكة غسان الرومية، الرومان أو الروم، ثم بعد ذلك ننطلقوا نطلعوا حتى الروم الفوق، يعني كما نقولوا احنا البيزنطيون وغيرهم، نطلعوا الفوق للروم اللي هما حاكمين أن سوريا ولبنان وكذلك فلسطين. هنا الآن راهي موجود ماذا؟ موجود الروم في هذيك المكان، يعني استفحل، والنبي عليه الصلاة والسلام مات والروم هناك، الروم حاكمين المكان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات خلافة أبي بكر الصديق كانت بدأت تهيأ، يك احنا تكلمنا وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان جيش يتهيأ. شكون هو الجيش هذا؟ أسامة، جيش أسامة كان رايح خلاص جهز نفسه بعشرين ألف أو أكثر، عشرين ألف جهزوا نفوسهم ورايحين يقاتلوا الروم، وهذاك الجيش انطلق. لما انطلق الجيش هذا وبعد كاين جيوش خرجت من مكان إلى مكان. احنا تكلمنا على خالد بن الوليد أنه لما كمل مع الناس من جهة اليمامرة وراح يروح لفارس في المشرق، خالد بن الوليد راح يروح لجهة فارس في المشرق، والقول القيادة نتاعو تمشي بقوة خالد بن الوليد، فلما كان من هذيك الجهة جهة الروم بدأت كذلك فتوحات، بدأت الفتوحات، عندنا معركة اليرموك والقادسية وأجنادين وغيرها مما سنتكلم عليها. هذوما الفتوحات خالد بن الوليد وش دار؟ لما استغاث به أصحابه، وكان من هذيك الجهة عمرو بن العاص وأبو عبيدة وغيرهم، لما استغاث به أصحابه كمل منا واستخلف بعض من جنوده ورجع أقطع أقرب طريق، أقرب طريق قطعوا في 7 أيام تقريبا، فكان حاضرا معهم في الروم وبدأ يحتدم القتال، وبدأت بعد ذلك المعارك الكبيرة من جهة الشام. احنا رانا نتكلموا مازال جهة المغرب، المغرب عوشن هو مصر، مصر لأن المدينة كي يقول النبي اسم أهل المغرب معناتها مصر، مصر تجي في المغرب تاعهم. الآن احنا لو كنت نتكلموا بعد عمر بن الخطاب كي جاء القاد ضربة بدأت تدخل فارس وضربة بدأت تدخل الروم، يعني راهي كاين حركة نحو هذا، يعني شغل فتحوا جبهتين، جبهة مع فارس وجبهة مع الروم، ومن بعد راح تزيد تفتح جبهة مع مصر اللي هي الآن كما تكلمنا قلنا المقوقس كان تم في هذاك المكان اللي هو ملك الروم في المغرب اللي هو مصر. ومن بعد احنا راح ننتهي بعمر بن الخطاب بعد 10 سنوات من حكم عمر رضي الله تعالى عنه، راح نكملون القول احنا كملنا فارس كاملة فتحت وسقط ملك كسرى وقتل الهرمزان وغيره، وسيسقط كذلك ملك الروم وتفتح بيت المقدس، ونسأل الله يزيد يفتح لنا يا رب، وتفتح بيت المقدس ويمتد الملك، ملك النبي عليه الصلاة والسلام أو خلافة الخلافة الراشدة تمتد إلى أقصى الشمال، ومن المغرب تفتح مصر من يد الروم، ثم تمتد إلى شمال إفريقيا أو شرق شمال إفريقيا اللي احنا نسموها ليبيا، مشات حتى ليبيا في عهد عمر بن الخطاب، يعني هذه أكبر رمية رماها عمر بن الخطاب، يعني فتح فتحة كبيرة، وهو يسميه احنا 10 سنين هذه تاع عمر بن الخطاب راح نطولوا معها شوية لأنها يسموها احنا مرحلة الثراء، يعني ثرية بالأحداث، أحداث كثيرة وقعت في عهد عمر بن الخطاب. ولذلك العلماء يقولون إنه والله لو تكلم الإنسان عن عمر لتكلم كثيرا، فما ظنكم بخلافة عمر اللي هي 10 سنوات؟ عمر وحده الأمة الإسلامية ما عندهاش معلومات على صحابي كما عندها على عمر بن الخطاب. لما كما قيل ابن مسعود قال لازلنا أعزة منذ أسلم عمر، وهذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، موجود إلى يومنا هذا، أن الأمة الإسلامية إذا ذكر عمر اعتزت، غير يذكرك عمر بن الخطاب تحس وكأنهم يذكرونك بأيام رجولة، أيام شهامة، أيام قوة، أيام العزة، تتذكر شيء أننا فقدناه كان فينا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، كما قال الشاعر كيف وفينا عمر،
معنا عمر ما كاش مشكلة، عمر بن الخطاب سما راه يمشي في الأمور بعجب. ولهذا عمر بن الخطاب بدأ بمعركة القادسية سنة بعد محكم الحكم 14 من الهجرة، بعث رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة لفتح بلاد فارس، يعني في بدأ يدك فارس، فبعث عمرو بن العاص قالوا خيرتك أنت لهذه المهمة لأنك أنت أحسن من يكون في هذه المهمة، وراح عمرو بن العاص وبعث ربعي بن عامر على رستم، دخل على رستم الذي كان قائدا، رستم هو اللي كان قائد المعركة القادسية، وحنا تكلمنا هذه شرحناها كاملة عندما هيئوا الزبرجد والحرير والوسادات وغير ذلك، ودخل ربعي بن عامر بسهمه وبكنانته ودخل بدرعه وأهان ذلك المجلس، المجلس ذلك الطرف وذلك البهرج، أهانه ربعي وتكلم كلاما جميلا وأعطى مدة للقتال، يعني خيرهم وأعطى لهم مدة في أقل من 3 أيام، وأجابوه بأن يقاتلوه، فقاتلوا وغلب الكافرون، غلب الكافرون من أهل فارس وانتصر المسلمون نصرا ساحقا، وقتلوا رستم القائد قتلوه. وكانت هذه المعركة الأولى من معارك عمر بن الخطاب في العام الأول بعد استلام الحكم اللي هو عام 14، هو استلم في عام 13، يعني بعد سنة تقريبا من حكمه، كانت هذه المعركة ضربة قاضية وكانت رسالة قوية، بحيث أن الذي حكم الحكم رجل شديد، لأنه باش تعرف أنه كان بعض الناس لما كان عمر بن الخطاب راح يحكم الخلافة كان بعض الناس يعترض عن ذلك، كانوا يقولون عمر شديد لا يليق، ولكن عمر أبو بكر الصديق يعرف قال لهم لا يليق، هذا يليق لأنه المرحلة نتاعو تصلح به. والحاكم، الحاكم ماشي مليح يكون إنسان حنين وماشي مليح يكون إنسان ديكتاتور، الحاكم لازم يجمع ما بين أمرين اثنين موجودين في القرآن، إن خير من استخلفت القوية الأمين، تكون عنده قوة شخصية وأمانة، عنده قوة، وش القوة هذه منين تجي؟ عنده قوة جسدية وأتاه بسطة في العلم والجسم، عنده قوة جسدية. ولذلك في الخلافات الحكم في أحكام الخلافة لا ينصب من كان ناقصا في عقله أو في جسده، ما ينصبوش، ولا ينصب من كان أعزب أحيانا، يعني لما يرى المسلمون ذلك أهل الحل والعقد ما ينصبوش إذا كان أعزب، لأنه قد يعرض إلى فتنة. وكذلك لا ينصب الإنسان الذي يكون لا يملك علما، مشي عالم ما يعرف والو، أسمه ما يكتبوش، تحطهم تاع أمة ما تقدرش، لأن احنا ديننا ما يسمحش، لازم أهل الكفاءة يتحطوا في أمكنتهم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يملك هذا الأمر، كانت الأمانة، وش الأمانة؟ الأمانة الدين والعلم، والقوة قوة العقل والجسد، القوة قوة عقل وجسد، والأمانة أمانة الدين وعلم، نجمعهم في كلمة أمانة، عنده الدين وعنده العلم. عمر بن الخطاب عنده الدين وعنده العلم بالنص على القرآن وبالنص على السنة، وعنده ماذا؟ عنده القوة بإجماع المسلمين، قوة عقلية وقوة جسدية، ذكي جدا عمر بن الخطاب، وعنده قوة جسدية، صحابة يهبونه، صحابة خافوها، يعني كبار الصحابة كبار ضربهم عادي، يضرب عادي، مليح لنا هذاك والله، والله مليح يا ربي رجعنا عمر. وأهل مكة كانوا يقولون إن إذا رأيناك هبنا هبناك، قال يقولون في الحق، يقول ربي يزيدني إن شاء الله عليكم شدة على شدة، ما دامني في الحق خلي ربي يزيد يشددني عليكم، لأنه الحكم أحيانا ما تقدرش أي واحد حشمت منه كذا، ما تقدرش، لازم قوة وأمانة، قوة وأمانة، يعني قوي عندك شخصية تقول لا 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 إيه إيه، والناس تعطيك قدر كبير. ولذلك الملوك تاع بكري، الملوك تاع بكري كفار، كفار نحكي لك كفار ماشي غير المسلمين برك، كفار بس حكيت حط الملك يتحط في مكانته، سمحنا بين قوسين يعني كما نقولوا احنا مرحي تسمى تاع صح، يعني عنده ذكاء باش تجي تلعبها له ولا دير له انقلاب ولا هذيك ما يعرفوهاش، تسمى الملك، الملك يختارونه منذ صغار، يشربوا له السم، السم يشربوه ملي كان صغير باش ما يقتلوش بالسم، يعطوا له السم
بدرجات قليلة جدا قليلة جدا جدا، ويبقوا يزيدوا له في لادوز، يزيدوا له بشوية بشوية باش كيكبر الملك وتحط له انت حاجة دير له السم في القرعة ولا في الكاس يشرب ما يصرى له والو. تسمى تعرف اللي محيين مليح، تسمى فاهمين الدنيا كش ماشية. وهيرقل هيرقل كي بدا يحكي له صحابي بدا يقول له احنا قالوا هذا، شوف الأسئلة، واحد ذكي عم بك هكذا يحطوه هكذا فوق العرش ويريح ياكل ويشرب كما الملوك تاع دركا، عم بك هكذا حاكم هكذا كبرك، ناس مرحية تسمى يفهموا ذا أذكياء وقويين شخصيتهم. تسمى كي يتكلم كلمة يحطها في ميزانة تقول هذا كافر، هيرقل كافر بصح يستاهل الملك يستاهلها. هيرقل واش دار له؟ قال له بما يأمركم، يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ياك شتوها في الرسالة هذه، قال له بما يأمركم؟ قالوا يأمرنا بأداء الأمانة وصلة الرحم وإطعام الطعام كذا. قال له أصحابه اللي معاه اللي معاه يزيدون أم ينقصون؟ لم يدخلوا معه يتبعوا فيه، رم يزيدوا لم ينقصوا؟ قالوا يزيدون. قالوا ماذا على الحق؟ اشتل الناس كيف تفهم شو أسئلة. وبعد وش دار؟ قال لهم هذو كل هياقنا اللي هم الوزراء نتاعو الحاشية تاعو صاحوا صيحة واحدة، قالوا الواش حبيتوا لي مسلم؟ قالوا لا لا حبيت نختبركم برك. يعني وش دار؟ وبعد هذاك الذكاء كامل وبعد تبع شكون؟ تبع الحاشية نتاعو، الحاشية دائما هي اللي تهلك الدنيا، تبع الحاشية تاعو باش يبقى يحافظ على الكرسي، يحافظ على الكرسي ديالو. واش دار؟ قال لهم لا لا كنت نختبر فيكم. هو عجبه الدين كان راح يولي مسلم، وعجبه الدين وهو يعرف واش يسأل، ضرب ثلاثة أربعة أسئلة عرف الحق. ما قالش أسمع روح ديرنا لونكات روح شوفنا صح هذا السيد هذا، لا لا هو وحده ثلاثة أسئلة أربعة أسئلة السلام عليكم خلاص هذا الإنسان على الحق، هذا رسول تاع الصح. سمع علاش أذكياء، هذا ملك، هذا ملك تاع الصح. وشنو بعد جات تلك حب الكرسي؟ مات كافرا هرقل. بصح النجاشي ملك تاني ملك حبشة، اسألهم اسألهم أسئلة. وكذلك إنسان ذكي، ملوك ما يلعبوش ما يعيش هكذاك برك، وعنده قوة، عنده قوة شخصية. كي سألهم قالهم هذا الدين الذي أنزل على الناموس الذي كان يأتي على موسى، هذا هو الدين، الدين هذا هو الدين الحقيقي، وهذا هو اللي بشرنا به في التوراة والإنجيل، هذا هو الدين الحقيقي. هذو كل هياقين الحشية نضوله قالوا واش حبتوا لي مسلم؟ ما دلهمش كيما هرق، قالهم مسلم يا، قالهم عيطوا له قعدوا. سما شوف، والنجاشي رضي الله عنه مات مسلما، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. يعني شوف الفرق بين هذا وهذا، بصح في زوج أذكياء، وكسرى كذلك وفلان كذلك. تسمى هذو شوف المقوقس لما راحوا لعنده تكلموا له عطوا له رسالة قراها قال لهم ما صحيتوا يعطيكم الصحة، حط رسالة وبعث للنبي اسم الهدايا وبعث له ماريا القبطية وأختها هدية وبعث له كذا وخلاص سلامات. علاش أذكياء يعرفوا يمشوا، لأنه وقت وقت مش وقت حرب، وإنما هو وقت أني سمعت لك وخلاص ما تسحق من يحترد، أنا في مكاني أنت في مكانك. ما دخل في الإسلام ما حاربهم ما عاداهم، علاه؟ لأنه مكانته السياسية أو مرحلته السياسية ما كانش تسمح في ذاك الوقت. وهذا هو الحاكم الذي يملك هذه الشخصية، الحاكم لازم يكون عنده قوة وأمانة، قوة جسدية ماشي أو مريض عام أو مريض عامين مريض ما بانش أو بعد تخبى أو بعد ما كاش بعد تكلم عليه في مكانه ومريض وراح خلاص ما كاشه. هذا هو الحاكم، هذا هو الحاكم. لا الحاكم لازم يكون موجود وظاهر وقوي في جسده وقوي في عقله وعارف شنو يقول، عارف شنو يتكلم وذكي، وفي نفس الوقت عنده أمانة. وش هي الأمانة؟ أمانة الدين، الدين عنده دين وأخلاق، وعنده كذلك ماذا؟ عنده هذاك الدين نتاعو والعلم نتاعو الذي يستطيع أن يسير به. ومن بعد يولي يختار المستشارين، مستشار اقتصادي، مستشار اجتماعي، مستشار ديني، كل واحد من يستشروا باش يكون عنده مجموعة جميلة من الناس الذين يهيئون له الآراء الطيبة التي تخدم الأمة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الحاكم. فالحكم يمشي بهذه الطريقة، يمشي بطريقة جميلة جدا لأنها راه تحت ظل الشريعة بهذه الطريقة. عمر بن الخطاب واش دار؟ غير حكم الحكم، الصحابة كانوا فاهمين باللي بلاد الشام، بلاد الشام اللي هي فلسطين وغيرها سأل الله أن يحررها من أيدي اليهود، هذا المكان هذاك عارفين باللي هذاك مكان الخلافة ومكان مقدس ومكان كانت تتوق له نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المكان الذي اتصلت فيه الأرض بالسماء، فيه مصر ومعراج الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلوا الصحابة؟ راحوا للشام، بدوا يروحوا للشام، حبسهم عمر بن الخطاب، الكبار كامل قالهم تريحوا في المدينة،
أمرهم تبقوا كامل في المدينة، الكبار كامل تقعدوا في المدينة. علاه؟ باش يذكروه. أبو أيوب غيرهم قالوا تريحوا هنا في المدينة، وحتى إذا أردت أن أستشير أستشيركم أنتم، أنتم اللي كنتم مع النبي عيسى تعرفوه، بك ننسى حاجة بك ذكروني بها. فجلسهم خلاهم معاه، رغم أنه عمر ذكي وعنده عقل وعنده علم، بصح ما خلاهمش يروحوا. المشورة، المشورة تمشي معنا. شوف أبو بكر عمر، الشورى تمشي دائما في الإسلام موجودة، عمرها ما راحت من الدين. الدين تاعنا ماشي كيما يصورون، يقول لك عمر حكم ودار وكذا ودار وحده. دائما الآراء عندهم، الرأي، الرأي منين يجيبوا هذا؟ عندهم ناس يشاوروهم، وهذوك الناس اللي يشاوروهم ماشي هكذاك برك. ما عرفتش نجيب أنايا واحد من المخمرة نقول له روح تفوطي روحك، تريح غير ريح في المخمرة تاعك. حنا شكون نجيب أنا؟ نجيب أهل الحل والعقد، هذا الدين تاعنا. لما 400 600 1000 2000 عقالة ناس قاريين كبار عندهم الدين، حبوا البلاد فيهم وطنية، ملفاتهم نظيفة، نشاوركم في كلش كلش حاجات أعطوني رأيكم. بصح شكون هاد الناس هادو؟ حاجة كبيرة، ناس تقال، ناس كبار، هادو ما يمدوا الآراء. وهذا شكون يطبق فيه دركا؟ مجلس الشيوخ أمريكا دايرين حل وعقد، حتى رئيسهم لا يختار بالانتخابات، رئيسهم يتحط من قبل، يخيروا هذوك الناس هما يخيروه، هما يطبقوا في الدين تاعنا في اختيار الرئيس. بعد الانتخابات كلها شكلية، كلها شكلية. احنا الدين تاعنا هكذا يقوم، الأصل فينا أننا نختار كل آراء تاعنا وكل القرارات تاعنا عندنا المشورة. مشورة من أين؟ أولا يكونوا ناس تاع دين يخافوا الله، باش ما تكونش خيانة، باش نقعدوا دائما مرتاحين. الناس اللي راهم ياخذوا القرارات الكبار مدينين، وزيد على ذلك عندهم علم بالسياسة الخارجية والداخلية والاقتصاد وغير ذلك، حتى يقدروا يمدوا نظرة يمدوها شاملة كامل، لأنه الدين وحده ما يكفيش. أنت تمد حاجة الدين حلال وحرام هذا ما كان، بصح كي تكون عندك نظرة سياسية. عمر سياسي، عمر رأس السياسيين، عمر يعني على المفهوم تاعنا حنايا، ماشي سياسة تاع النفاق، وإنما السياسة بمعنى تسيير أمور الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وش معنى تسوسهم؟ أي تقوم على سياستهم. بنو إسرائيل كان الرؤساء تاعهم شكون؟ أنبياء كامل، وما نجحوش، ما نجحتش الدولة. علاه؟ الشعب خبيث، الشعب ملعون، لعنه ربي. الشعب بني إسرائيل ملعون، ربي يفتح له البحر هكذا وسلك من فرعون. شعرات توقع لهم إبادة، يقولوا بنو إسرائيل ما هوش موجودين على الخريطة. شعرة قالوا إن لمدركون، ربي قالهم حلكم البحر هذا وسلكوا، سلكوا راحوا مع موسى، راحوا خرجوا من البحر هذاك وبدوا يمشوا فرحانين. ثم راهي صارت معجزة درك برك، هذا وين صارت معجزة؟ وش لقاو؟ لقاو الناس يعبدون العجل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وربي اللي فتح لكم البحر نسيتوه، حبيت تزيدوا ديروا إله واحد أخر، مش تعرف باليدو ملعونين. فغضب الله عليهم، ملعونين هذا الناس. وعندك ما تنجحش الدولة، تحط لها رسول هكذا، رسول هو يحكمها، والشعب معفن يسرق رطات على الرقار، ما تنجحش، مستحيل تنجحش. لازم قاعدة مليحة والفوق مليحة، وتمشي تتكامل مع بعضها البعض. لازم كي تخرج منك الحاكم تاعك يتخرج من بيئة نظيفة، لأن احنا رانا نشوفوا بعض الناس، بعض الناس وش يديروا؟ يحطوه غير عساس على حاجة برك، يخليها سما تحطوا وزير، هذا وش يدير؟ ماشي يبيع البترول، يبيع التويوات نتاع البترول يبيعهم بالميزان، يبيعهم. علاه؟ لأنه هذا سراق، سلوكة تاع تريسيتي تاع الناس نحاوم لهم. هذا ما عنده والو، هذا عنده هاربين برك، هذا وش عنده؟ أماكن نائية رحنا زرناهم، نحاو لهم السلوكة مساكن تاع تريسيتي وسرقوهم وداهم باعهم بالميزان. سما هذا بشر، هذا واحد كيما هذا الانسان كيما هكذا يطلع يكبر، زعما مثال كبر قد ربي هدايا، شغل ماشي بالعاني يلقى روحو وزير، وش يدير هذا؟ وش يدير؟ ينحينا الكبده تاعنا يروح يبيعها، ولف ينحي ويبيع، ينحينا الكلاوي تاعنا قلنا عندكم زوج والله غير تجيب وحده كيما راكم قاع نبيعهم، والله غير يبيعهم. علاه؟ لان هذا العفن كي يكون طالع من تحتها ما نقدروش. سما ما هذاك اللي يطلعوا كيما انت وليد حومتك، هذاك اللي راه دوكا مدير ولا كذا، وليد حومتك كيما انت، وكان يدي سلوكه كيما تدي سلوكه انت. فهذيك العقليه تاع ندو وما يجوش بكري، الاخر فينا يسرق في الوقت تاع الخدمه، الاخر فينا يسرق في الوقت تاع الخدمه. سما الاخر اللي يسمع عاقل يقول انا
أنا الولاد مكلهم غير الحلال، يدخل على العشرة يخرج على الزوج. هذا الأخر تسمى ليه داير علاش عمبالو سرقة غير في الدراهم، سرقة غير في الدراهم، بس هو هكذا كيف كيف تسمى. وكان يطلع مدير كان يجي على العشرة، يطلع مدير يجي على 12، ومن داك ما يجيش كامل، ومن بعد تولي شكون؟ تولي المرأة تاعو والأخرى خدامة وهذاك خدام وبنته يعطي لها مشاريع وكذا. هكذا دايرين حنا، تسمى لازم نعاودو نربيو الوازع الديني هنا، خافوا من ربي سبحانه وتعالى، تولي عندنا الوطنية الصادقة الصافية، ماشي وطنية المناسبات، ماشي وطنية أول نوفمبر وخمسة جويلية نبانوا مواطنين ومن بعد سراقين، لا لا، مواطنة 24 ساعة على 24 ساعة، 7 على 7، 12 شهر على 12 شهر، مواطنة صادقة صادقة، خوف من الله، هذا هو الصح. من أنت تسقموا إحنا؟ إذن عمر بن الخطاب لما حكم الحكم هذا ماذا فعل؟ بدأ يفتح دولة الإسلام، خلاص الداخل. شوفوا الآن تمعن معايا مليح، الدولة الإسلامية كيفاش كانت؟ باش راهي قاعدة تروح لي الفارس وتروح لي منها، والداخل سقمت روحك، الداخل هي كاملة، الداخل صحابة وناس نضاف والتابعين، الدنيا صلوات خلاهم الرسول، التربية تاع النبي عليه الصلاة والسلام داخل راهي نقية، ما كاين حتى شقاق ولا نفاق. قال لهم عمر بن الخطاب، وكان هذا من أسباب المسارعة في الفتوحات. ولهذا العلماء يقولون سؤال، لماذا عمر غير حكم بدا يوسع؟ علاه ما داش قوانين داخل وكذا بدا يسقم قبل؟ غير حكم بدا يخدم البرة يوسع في الدولة الإسلامية، علاه؟ قالهم سارعوا عمر، واش قالهم؟ قالهم سارعوا بتوسيعة الدولة الإسلامية ما دام فيكم العباس، ما دام فيكم عم الرسول عليه الصلاة والسلام عايش معانا، أو عايش معنا واحد هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالهم فإن يموت العباس هلكتم، يعني تخرج فيكم الفتن. وقتاش مات العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مات في خلافة عثمان 6 شهور بعد ما حكمها عثمان. النهار اللي مات فيه العباس انفجرت الفتن في دولة الإسلام، كما سيأتينا عهد عثمان وروح بها، جات الخوارج وجات ما جاء بعد ذلك، سنتكلم عن الأمر هذا. يعني غير مات العباس انفجرت الأمور. عمر شوف باش تعرف بلي إنسان ذكي، قال مادام معنا العباس الحالة حابسة، الناس تستحي منه، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، شغل الريحة تاع النبي عليه الصلاة والسلام فينا، ماشي بركة ولا لا، شغل هو أو معنا، الناس تحشم منه، مازال النساء تاعو موجودين، العائلة تاعو موجودة، مازالت الناس راتبة، مازالت الناس حابسة، مازالت ريحة النبوة موجودة. هنا نضربوا ضربتنا نفتحوا، لأن المسلم غنام، المسلم غنام يغتنم الفرصة، إذا هبت ريحك فاغتنمها، عندك قوة عندك كذا افتح، تقوى ما تقعدش تأكل في دراهمك ورايح. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل، قال نسارع ما دام فينا العباس نفتح قد ما نقدروا. وهذه من أسباب الفتوحات التي فعلها عمر. لما افتح مشى الفارس دار معركة القادسية، معركة القادسية هذه كانت في 14، وهنا في العراق، هنا يعني القادسية في العراق، وبعدها كانت اللي تكلمنا عليها ومات فيها رستم، بعد جت معركة أجنادين. أجنادين هذه في فلسطين، أجنادين موجودة في فلسطين، نسأل الله أن يحررها. كانت في 6 جماد الأولى من سنة 15، يعني عام بعد معركة، أو بضعة أشهر بعد معركة القادسية في سنة 15، سنتين بعد تولي عمر للحكم، سنتين بالضبط أعلن عمر معركة أجنادين. أجنادين هذه راح تكون معركة ما بين المسلمين والروم، اللي هم احنا نقول البيزنطيين والروم، يعني الذين كانوا يستولون على طرف كبير من الشام. هيأ لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واحنا نقول هذه المعركة تسمى المعركة الفاصلة. أجنادين هي معركة فاصلة بين الروم، لأنه سراتيك مع معارك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معركة اللي هي نسموها احنا غزوة تبوك. من غزوة تبوك سنة 11 التي كانت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، من غزوة تبوك وقد اندلعت الحرب بين المسلمين والروم. احنا نتكلموا الحرب يعني الميدانية، الحرب الميدانية كانت قد اندلعت من غزوة تبوك، ومشات تمادت في عهد أبي بكر الصديق، وريحة للشام الآن. والقادسية كانت في العراق، خلاص راحت، هذه كانت نتكلموا على الشرق. دوكا كي نقولوا للشمال للروم، نحينا فارس، راح نتكلموا على الروم أهل الكتاب. ماذا فعل عمر بعد ذلك؟ زاد
مشامعهم، وبدأ كذلك يدك في حصونهم. وكانت هذه معركة أجنادين، هنا راح تفصل القضية مع الروم، هنا تفصل القضية مع الروم. ولذلك جعل عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ماذا فعل؟ سار بجيشه إليهم، راح حتى عندهم، ونزل في قرية يعني قريبة من الخليل، الآن الخليل هذا المعروف في فلسطين، هذه القرية اسمها عجوز، وهي شرق غرب الخليل في فلسطين، ونزل بها عمرو بن العاص. لماذا ينزلون؟ علاش ينزلون؟ أحيانا سبب نزول الجيش في مكان حتى تجتمع الجيوش الأخرى اللي هي مترامية في أطراف أخرى، تأتي وتجتمع في هذا المكان، هذا من أسباب. فمكث عمرو بن العاص في مكان يسمى عجوز قرية حتى يجتمع معه بقية الجيش الذين يأتون بالمدد من عند عمر بن الخطاب وكذلك من غيره. وزيد على ذلك كان هذا الذي هو قائد الروم الذي يسمى الأرطبون، الأرطبون هذا قائد الروم، وكان رجلا مخيفا، كان رجل قوي، اللي هو ملكهم أو أميرهم، أمير الروم اللي هو كان جيشا كبيرا، نزل في مكان يسمى بيت جبرين، معروف الآن ببيت جبرين كذلك، نزل وانتظر حتى يجمع قوته كذلك، يعني قوة المسلمين وقوة الروم الآن تنزل في مكان، كل واحدة في مكان، وتجتمع لكي تتقاتل في معركة حاسمة ستفصل القضية ما بين الروم والمسلمين، حتى يغلق الملف ويفتح بعد ذلك في مواطن، ثم يغلق الملف وراه مغلوق الآن، حتى يفتح الملف الله تبارك وتعالى على قدر وعدنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في معركتين تسمى الملحمة الكبرى في آخر الساعة بيننا وبين الروم في شام، ستكون وستكون على شقين، قوم يقاتلون وهؤلاء يغضب عليهم الله عز وجل، لولين ستكون المقاتلة تحم يعني فيها شيء من الهروب وغير ذلك، وقوم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خير عباد الله ركوبا، يعني تكون مسألة على الخيل، لأن التكنولوجيا هذه تروح تولي غير موجودة، وتكون الحرب على الخيل وبالسيوف كما كانت قديما، وتكون الملحمة الكبرى الفاصلة بين الروم والمسلمين، هذه كل العالم يجتمع فيها، سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله. وكان هذا الأرطبون هو هذا أمير الروم، كان رجلا محنكا، يعني كان ذكيا، كان ذكيا وكان قويا، وكان إذا وضع على إمارة كان ينتصر. ولكن عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، عمر بن العاص يعرفه مليح، يعرفه ابن الحي نتاعه من قريش، ويعرف أن عمر بن العاص رجل ذكي، وقال فانتظروا عما تفرج، قالوا مستنوا النتيجة.
رانا رمينا أرطابون الروم الذي الناس تخافوا كذا بأرطابون العرب. مشى عمرو بن العاص وعسكر في هذيك القرية اللي احنا سميناها عجوز بجانبي أو شرق غرب الخليل. فلما كان في ذلك المكان بدأ يبعث في الرسل تاعه، بدأ يبعث في الرسل ولكن لم تشفيه سقطة ولم تشفيه كذلك ردة. يعني عمرو بن العاص ما ارتاحش، قال لهم نروح أنا بنفسي وأتمثل بين يديه حتى نشوف هذا الإنسان كيف يفكر. وإحنا نتكلموا على عمرو بن العاص معناتها رحنا نتكلموا على داهية العرب، داهية داهية. يعني هو معاوية بن أبي سفيان هادو زوج يعيطوا لهم دهات العرب، هادو زوج أذكياء لدرجة قد يتكلم الواحد منهم بالكلمة فلا تفهمها أنت حتى 10 سنين باش تفهمها. يعني الذكاء عجيب عندهم. ولذلك عمرو بن العاص راح عند هذا أرطبون ودخل عليه وكلمه على أساس أنه رسول عمرو بن العاص، لم يصرح بأنه هو عمرو بن العاص، لم يصرح، لأن لو وقع القائد بين أيديهم على ما كانش يروح القائد، يقتل القائد. هذه الدبلوماسية اللي كانت موجودة عندهم، لازم يبعث الرسول والرسول لا يقتل، الرسول لا يقتل. كي تبعث واحد سفير كذا لو كان يقتل هذاك السفير ولا هذاك المبعوث معناتها حاجة عظيمة، انتهاك للدبلوماسية. فلما بعث قال من أنت؟ قال أنا رسول عمر، أنا رسول. وكلمه واخذوا الدمعة في الكلام حتى أخذ عمر بن العاص ما يريد، وش حب هو لأنه ذكي يعرف يتكلم، فأخذ منه كل ما يريد. فلما أراد أن ينصرف هذاك الأرطبون ذكي كذلك تفطن أن هذا عمر بن العاص، فنادى أحد الحراس وتكلم له في أذنه ساره، يعني أسره. لما أسره عمرو بن العاص التفت شاف الحارس يسمع في الأمير يتكلم في أذنه، فظن أنه قد كشف الله أمره وأن هذا الملك سيقتله أو الأمير هذا سيقتله، فنادى عمرو بن العاص. في الحين كان وجد الحيلة في الحين لأنه ذكي، فنادى قال يا أيها الأمير، قال أنا واحد من العشرة اللي بعثنا عمر بن العاص. قال والآن هو يرسل لك 10 رسل، 10 رسل، وهذا 10 رسل هذوما لازم يكونوا حاضرين أمامك في 10 باش يقدروا يعطوك الرسالة كاملة. قال هكذا كان. فقال الأرطبون ائتني بهم، قالوا روح جيبهم لي. فراح عمر بن العاص، لما جاء خارج عمر بن العاص من المكان أو من القصر أو من مكان المعسكر، لما كان خارج شاف الأمير هذاك عاود فاق باللي خلاص لعبها له عمر بن العاص، فنادى الحارس الثاني ليريد أن يكلمه باللي هذا الإنسان خلاص أو لعبها لي. انظروا ماذا قال، قال هذا الأرطبون ماذا يقول، قال خدعني الرجل، قالهم خدعني الرجل، قالهم هذا والله أدهى العرب، قالهم هذا داهية في الذكاء نتاعو، قالهم هذا أدهى العرب، هو لقبوا أدهى العرب، قالهم هذا خلاص ما يعني تخلي عندنا هنا والإمارة وكذا وغير ذلك والدوش يحبوا تكلم معانا وانتحل شخصية واحدة أخرى وخرج وفقنان وزاد خرج وزاد هرب، يعني بهذه الطريقة وبسرعة يلقى الحل بسرعة لأنه ربي يعطاه ذكاء. هذا عمر بن العاص كان في يوم من الأيام كافرا في صفوف الكفار وأراد أن يسلم، استغله النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش حتستغل ولاد بلادك؟ شحال مليحه. استغلوا النبي عليه الصلاه والسلام. جاء يسلم عاود تردد. قالوا النبي اسمه ماذاك؟ قالوا نستعرض على ربي باش يغفر لي باش ندخل في الاسلام. ذكي. شو ندخل نسلم ومن بعد مازال عندي ذنوب. ندخل نسلم بصح قول لي لا كان نستعرض. تمحوا لي الذنوب كامل. قالوا ويحك يا عمر، اما تدري ان الاسلام يجب ما قبله والتوبه تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله. يعني بين له بانه قد خلاص هدمت السيئات وغير ذلك، فمد يده ودخل في الإسلام. هذا هو عمرو بن العاص. شفنا ونهار تاب دوك انا نشوفوا فيه كيفاش يحقق انجازات عظيمة لأمة الإسلام. على بالكم هذه اللقطة اللي صارت، هذه اللقطة مراها راح تفتح بيت المقدس. اسمها لقطة من عند من؟ من عند انسان كان وين؟ كان مع الكفار وتاب واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا. لذلك احنا الإنسان ليتوب إلى الله عز وجل يجيب بيت الله عز وجل، نحن واجب علينا أن نخدمه وأن نحببه في الدين وأن نرحب به
وأن نعطيه الجو الذي يعيش فيه في المسجد كأنه في أسرته، بل أحسن من أسرته، حتى يشعر بأمان. يعني من العيب، من العيب أن يأتي واحد يتوب ربي سبحانه وتعالى ويخلي المخدرات ويخلي المسكرات ويخلي التسكع في الشارع مع البنات ويخلي السهرات ويخلي كل شيء ويجي يصلي معنا في المسجد، ولا مش كلمة على المسجد تاعنا، أنا أتكلمك في المساجد، أي مسجد، ولما يجي يصلي مع المسلمين في المسجد يلقى أخلاق سيئة، أو يتعامل مع إنسان بسوء أو بغلظة، أو يقف معه في الصف ويدير له حاجة مش مليحة. لا بالعكس، الإنسان الأصل يكون فينا نباهة، أي إنسان يدخل يبان في المسجد بالإنسان تاب جديد وكذا، أن نأخذ بيده وشوفوه، بالك هذا الإنسان كان يبيع في المخدرات وما عندهش خدمة، بالك وراكم يا أرباب الأموال، وراكم وراكم يا أرباب الأموال، عاونونا احنا نجيب الناس من الشارع. الأصل واحد كان يبيع في المخدرات، قال هذا الإنسان وراه جيب أروح دي لك مشروع، أروح عندك تخدم عندي، لأنه هو كان يشوف الدراهم. هذا الإنسان كان يبيع في المخدرات كان يشوف الدراهم، كان يدخلوا دراهم بزاف والمخدرات سهلين ويجيبوا دراهم كبار. دوك الإنسان بعد ما يلقش وش يشري، يشوفك انت يا ما شاء الله تصلي في المسجد وعندك كل خير ولبس عليك سيارات فارهة وكذا، وبعد يقول كان اسمه هو سينورما الإيمان طالع، هو طالع في الكاتكات سينورما يطلع الإيمان، يقولك وانا يتسمى ما عنديش ناكل. يعني نهضروا يعني تقريبا هكذا الصورة، لأنه هو مسكين الإيمان تاعه ضعيف، أو يشوف فيك هكذا يقولك عندك الدراهم يطلع لك الإيمان، أو يظن هكذا. هو الإيمان يطلع بالدراهم ولا بلا دراهم، لأن احنا نعبد ربا سبحانه وتعالى، فلذلك هو مسكين ضعيف يشوف يقول كيد سمنت على بها الإيمان يحطها الله يبارك ما شاء الله كذا قميص وكذا لبس عليك، سمع له هذيك الإيمان ومخدرات من بيعوش وكذا على بها، هو مسكين عليها ضعيف، لازم نعاونوه هذاك الإنسان جيبوه عندنا نعاونوه. قال دبر له خدمة أقل شيء، يوالف شوية الحلال، يأكل الحلال، يتزوج، يستقر نفسه، لأنه إذا كان تزوج هذا الإنسان هدايا، إذا كان تزوج معناتها رانا سلكناه باش ما يوليش، سمع له تزوج راح نضمنوه بإذن الله الحياة استقرت، يولد عنده الأولاد يخدم ما شاء الله، نفرحه ونفرح والديه. هذا المعاونة لازم تكون إخواني كرام، لأننا ولله الحمد والمنة رانا نشوفه في الجزائر كاين توبة جماعية كبيرة جدا والحمد لله، كاين توبة وكاين هبة وصحوة، نسأل الله يتممها بالخير، ولكن لازم المعاونة، لازم كل واحد فينا يسهم بما شاء. قال هذاك فلان والله نعاونه جيبوه، بعيد على الإمام، تقدر الإمام قام ما تشاوروش، تروح تخدم خدمتك أنت تاني. كاين ناس يجوا يصلوا معك مسكين أول مرة يصلي بك ما يعرفش، بالعقل معاه تكلم له كلمة طيبة، أعطي له سوفينير مليح من الجامعة، أعطي له ذكريات جميلة في المسجد، جارير نهار تاب عنده ذكريات شابة في المسجد، قال ما قال أذكر ابتسامة تبسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، أعطي له ولو ابتسامة يديها سوفينير من الجامعة ولو ابتسامة. فهذه الأمور مهمة جدا، كم المرة نحب ننبه عليها وطاحت الفرصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه. إذن هذه القصة التي وقعت هي كانت بداية فتح المقدس، ولذلك عمرو بن العاص لما خرج ماذا فعل؟ يعني حاصر بجيشه هذا الأرطبون، حاصروا واشتد القتال بينهما، يعني تقاتلوا فيما بينهما، يعني ناضت الحرب ما بين الجيش تاع عمرو بن العاص والجيش تاع الأرطبون. ولما قامت الحرب عمرو بن العاص أقامها على المعلومات للدهم، فكان الفوز للمسلمين، وبقي أرطبون ومن معه من الجيش الكبير هربوا. وين راحوا؟ إلى إلياء. شون هي إلياء؟ بيت المقدس، كانت تسمى إلياء عند الروم بيت المقدس، فتحصنوا في بيت المقدس لأن كانت عندهم تحم، تحصن الروم في بيت المقدس. لما تحصن الروم في بيت المقدس نادى عمرو بن العاص إلى المدد، نادى إلى الجيش الذي يقوده أبو عبيدة عامر بن الجراح اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة ومن أعظم فرسان العرب. أبو عبيدة كان وين كان أبو عبيدة؟ كان في الشام، كان في دمشق. دمشق قلنا أنها قد فتحت لما جاء خالد بن الوليد، أبو عبيدة كان في دمشق، خلف عليها رجلا آخر من المبشرين بالجنة سعد بن يزيد، خلاها على دمشق، وذهب أبو عبيدة بجيشه يدك حصون أرطبون في بيت المقدس، حاصروها. فلما حاصروها أرطبون ومن معه من الروم سلموا أنفسهم وطالبوا المصالحة واشترطوا شرطا، لأن هذا أرطبون
لما تكلموا له قالوا هذا الذي سيفتح بيت المقدس، قالوا هذا الذكي هذا عمر بن العاص هو اللي يفتح بيت المقدس، قالوا ماشي هذا، قالوا ماشي هذا اللي يفتحها، قالوا لي راح يفتح بيت المقدس رجل صفته كذا وكذا وكذا، يقصد عمر بن الخطاب، لأنه عندهم هم أخبار في التوراة والإنجيل وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك توحي أن الذي سيفتح بيت المقدس، وحنا نتكلم على بيت المقدس اللي هو علامة من علامات الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر منها ماذا؟ ذكر فتح بيت المقدس، وهذا الفتح الأول، أول فتح لبيت المقدس، هذا هو الأول. على خلاف، على بالي عندك سؤال في راسك، على خلاف الآيات الموجودة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، تكلمنا إحنا إن شاء الله نشرحهم في وقت واحد واحد آخر، لأنه هذه خلاف بين العلماء، ما هي الأرض؟ لا تفسدن في الأرض، أي أرض؟ كان يقولوا أرض مصر، كان يقولوا أرض فلسطين، كان يقولوا أرض غيرها، كان يقولوا هي المدينة، مدينة كي خرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، وبعد عبادا لنا أولي بأس شديد، شكون هما؟ خلاف كبير بين العلماء. إذن احنا هذه ما حبيناش نتكلموا عليها هنا، انا نتكلموا على الحديث. قال فتح بيت المقدس، بيت المقدس هذا لما فتح هذه اول مره لما جاء الاسلام، هذه اول فتحه فتح بيت المقدس، ونسال الله ربي يزيد يعجله لنا يا ربي، الله يعيشنا ونشوفوه ونصليوا فيه يا رب. إذن هذا الفتح لما كان ابو عبيده نادوا قالوا جيبوا لنا عمر بن الخطاب هو اللي يجي لهنا يفتح، نصالحوكم ونشترطوا لكم، نعطوكم المفاتيح بيت المقدس ونخليوا بيت المقدس ونخرجوا منها ونعطوها لكم، بصح نسلموها لكم حتى لا تهدم. شوف الروم افضل، احنا نقولوا اخف ضررا واخف خبثا واسلم من اليهود. الروم نحكي على الروم، شوف مانيش نحكي على هادو الامريكان، هادو ما دي ذاتي، هادو ما ملحدين، هادو ماشي نصارى، هادو ما رئيس فرنسا وكذا، هادو ما يقول لك حنا لا نؤمن بشيء، حنا ما عندناش ايمان بحتى حاجه، هادو ما ملحدون ماشي اهل الكتاب اصلا، كاين منهم كثير ماشي من اهل الكتاب، يعني يدير في بالك باللي ماشي كيف. الروم اللي كانوا تما كانوا ناس فيهم تدين، الا انهم اهانوا الصخره لانها كانت قبلة اليهود. واش داروا؟ قال لك حنا لو كان قاتلوا البيت المقدس يتخرب يروح، نهدموه والحرب وكذا. ماذا فعلوا؟ هو تحصنوا في داخله في بيت المقدس، ماذا فعلوا؟ قال لك نسلموه لكم باش يبقى مليح، سلموه للمسلمين باش يبقى مليح، وهم يعلمون ان امن يد عليه هي يد المسلمين، وقالوا بصح لازم يجينا من عمر بن الخطاب هو اللي نعطيله. هما عندهم في دينهم ان الذي سيفتح في التاريخ تاعهم، ان الذي سيفتح انسان صفته كذا وكذا وكذا وكذا، الصفه هذه لقوها غير في عمر بن الخطاب، قالوا يجي هو. فنادى عمر، نادى أبو عبيدة وبعث إلى عمر بن الخطاب وقال له لا بد أن تأتي. فجاء عمر من المدينة واستخلفها عليها علي بن أبي طالب، وجاء حتى وصل إلى بيت المقدس. اسمع الخبر الجميل، خبر تاريخي، وهو فتح بيت المقدس. تعرفوا عمر بن الخطاب في رواية وش يقول أهل السيرة والتاريخ؟ يقولون أن عمر لما وصل شاف أبا عبيدة راكب، وكي نزل أبو عبيدة، نزلوا على الأرض، هم عمر أن يسلم أو أن يقبل قدم ابن أبي عبيدة لما أنجزه من إنجاز عظيم، حاصر الروم، حاصرهم حصار عظيم، فأبى أبو عبيدة وقال نحن يعني بما معناه نحن خدام لهذا الدين هذا. ف بعد ذلك استلم عمر بن الخطاب في قصة مشهورة راح نفصلوها المرة القادمة إن شاء الله، ومما يذكر فيها أنه جاء يمشي على رجليه يسوق بغلته ونعله تحت إبطيه، قالوا ورا هذا لي ورا الرئيس هذا والمالك تاعكم هذا واللي يتحكم هذا عمر بن الخطاب، صباطه تحت الإبط تاعو، ما عنده ناس يعسوا عليه، ما عنده حتى واحد، ومعه بغلة تاعو تمشي عادي، ما عندوش مشكل، عنده الدابة تاعو هو يمشي على رجله. قالوا علاه ما دخلتش راكب بالوفود؟ ياك العزة تاع المسلمين مليحة، تبين روحك بلي عزيز لنا. قال لهم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. احنا ابتغينا العزة وين؟
في غير الإسلام. هذه مصيبتنا، حبينا نولوا أعزة وقويين بلا الدين، بلا الدين تاع ربي، بلا الالتجاء إلى الله، لازم نربحوا. المهم شفنا كاع الطرق ما لقيناش، وناخذوا عبرة إن شاء الله عز وجل من هذه الأحداث التي تقع في هذه الأيام. ونسأل الله ونحن بين الأذان والإقامة أن يفرج عن إخواننا في غزة وأن ينصرهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنك قوي عزيز جبار متكبر قاهر فوق عبادك. اللهم اقهر اليهود يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا، ومن عاونهم يا عزيز يا قوي، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدم في عروقهم، وشتت شملهم، وأضعف قوتهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. استووا أقيموا صفوفكم سدوا الخلل تراصوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من
قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهب له الكبرياء وهب له الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام. انت السلام. لا إله إلا الله.